مكان. طيب الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا متابعينا البلوكي. بسم الله الرحمن الرحيم، مرة أخرى هنا من أرضية الملعب، انتصار في الجولة الأولى وتعادل في الجولة الماضية. نستأنف الحديث عن هذه المباراة المنتظرة. والهلال هنا في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، هنا بتي لا تنسى ولقاء له أرقاما مميزة بالتأكيد. ريس بندر وحيشي هو الآخر يتواجد. النفيس سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش يلعب معاهم سالم الدوسة. حضور جماهيري رائع منذ الوقت الباكر في مباراة اليوم. تشاهدون أيها السيدات والسادة هنا مواجهة منتظرة، الضغط السوداء وعلى اليمين بالأبيض الكامل الممزوج بالألوان الزرقاء. لعب بينية، انفراد انفراد انفراد، ورايا وتسلل، رايا وتسلل على نادي الرائد، ضربة حرة لمصلحة نادي الهلال. طلع له من أقصى الطرف الأيمن سعود، سعود بيحاول يعدي سعود ولكن سالم مع الكرة، سالم يلعب لياسر الشهراني، أرضية أولى ويسر من جديد إلى تمريرة أمامية، وهذه المحاولة انفراد للرائد، انفراد انفراد يا راجل يا راجل، كان بيك اثنين العب بالعرض، ولكن التسديدة بتمر إلى خارج الملعب وإلى ضربة مرمى. مرر الكرة إلى سالم، لمسة عند ألكسندر ميتروفيتش، يسيب الكرة إلى سالم، عدى من روبن، مر من روبن، لسه الكرة معاه، لسه معاه، مر من بونو، مر من ميشائيل مع الكرة، ميشائيل يلعب الكرة العالية، ميشائيل عند ميتروفيتش، ولكن هنا ميشائيل يسلم الكرة لسعود عبد الحميد، يلعب الكرة العرضية العالية، محاولة عند ميتروفيتش لكنها بمحاذاة القائم الأيمن وإلى جدا واتقطعت. لازال تمركز دفاع الهلال سيء في أرضية الملعب، تمركز دفاع الهلال سيء في واحدة، ممكن حد يبقى أساسي وممكن بديل، لكن عينك على التحرك الطولي من جانب من مين؟ نشوف الحذر والترقب. ونيفيز يلعب الركنية عند سافيتش لكنها بتعلى عن العارضة وإلى خارج أرضية الملعب وإلى بالجنب اليسار. مالكم عدل لنفسه كويس ورجع عند ياسر الشهراني يسدد، ياسر ولكن يحط راسه عمر جونزاليز وإلى ضربة ركنية لاعب، وركنية من روبن نيفيز حلوة عند سافيتش لكن الكرة بتتقطع. عبد الله الفهد يأمن عليها دفاع الرايد، ترجع الكرة لسالم اللي يسدد لكنها لخارج الملعب. سلامات سلامات سلامات، في تلعب الكرة العالية جوه منطقة الجزاء، ادي الكرة وادي المحاولة عند سالم الدوسري، سالم الدوسري يلعب عند روبن نيفيز لسعود عبد الحميد، سعود يسدد، سعود حلوة الكرة ولكن اندري موريرا يتصدى لها والى ضربة ركنية من نصيب الهلال. حلوة التسديدة المفاجأة من سعود، شايل مرة بسهولة مشايل والكرة تصطدم في بطن متروفيتش، رجعت هير لمسة بالمسطرة وبالمقاس، هنا البينية ومحاولة عن من سيستجيب لإنهاء هجمات الهلال من سافيتش اللي يلعب. أمير سعيود بيتقدم، أمير سعيود تافاريس كان في موقف تسلل لكن عدى سعيود ومر من جديد. آدي هنا اللمسة عند روبن نيفيز يلعب العرض حلوة متروفيتش، متروفيتش المترو السفاح الصربي يحضر بالهدف الأول في ظهوره الأول برأسيته المعتادة. المترو وصل يا رجالة، المترو وصل يا رجالة، السفاح الصربي يسجل الهدف الأول للهلال بعرضية رائعة من نيفيز. المترو وصل يا رجالة، وصل متروفيتش 1-0 في الدقيقة. مالكم عدى، مالكم مر، مالكم لعب الكرة العرضية، مالكم عند سالم ولكن هنا بيدافع عن طريق متروفيتش لميشايل، يمرر الكرة لميتروفيتش، محاولة عند ياسر ولكن يصفر حكم المباراة، خطأ ضربة حرة مباشرة لصالح نادي الهلال وإنذار، إنذار على عمر جونزاليز. هنا المرة دي سافيتش يسدد ولكن أندري موريرا يتصدى للكورة بكل هدوء. حلوة المحاولة، ميشايل لمالكم مرة تانية من جديد، مالكم طلع له على يمينه مين؟ طلع له على يمينه مين؟ سعود عدى في قدم ياسر لمحمد الدوسري، حافظ عليها الدوسري، جاله يحيى سنبل استعجله. هنا ياسر الشهراني رجعت مرة تانية عند أمير سعيود مع الكورة، سعيود يسدد لحساب الرايد. علينا نشاهد إثارة ومتعة. الشمال ياسر الشهراني، البين دفاع جحفلي وبجواره البليهي، وسط الملعب روبن، مر سالم بعرض الملعب حلوه لميشايل، ميشايل عرضيه من ميشايل، متروفيتش مره ثانيه لكنها تعتلي العارضه والى ضربه مرمى.
ضربة مرمى. شوف اللقطة اللي فاتت، شوف المحاولة من سالم عند مين شايل اللي هي روبن نيفيز. نيفيز 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 يلعب الكورة، قابل معاها جحفلي ولكنها إلى ضربة مرمى. محاولة موجودة، سنبل 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 يسدد ياسين بونو، ثم عودة من جديد ياسين بونو للمرة الثانية ينقذ مرمى الهلال. شهراني شهراني أندري موريرا والشهراني مرة أخرى، وركلة جزاء للهلال، ركلة جزاء للهلال، المرتدة السريعة تأتي بركلة جزاء للهلال. ويا سالم وموريرا، موريرا وسالم بيتقدم، سالم يسجل الثاني، سالم يسجل الثاني سالم، ويروح يحتفل مع الجماهير الهلالية. الهلال يتقدم بالهدف الثاني على الرايد، 2-0 في الدقيقة 55 من علامة الجزاء. سالم الدوسري يضيف الهدف الثاني عشان تبقى 2 الهلال لا شيء الرايد، 2-0 ورايح يحتفل مع الجماهير الهلالية هنا في أرضية الملعب. 2-0 يركن الكورة في نص المرمى، يروح كده للزاوية اليمنى حارس المرمى موريرا، وابدأ باسم بادو الزاكي، وهنا اللمسة المرة دي في أقصى الجانب الأيمن، ولكن الكرة العرضية سالم حافظ عليها، سالم رجع عند ياسر الشهراني اللي يلعب العرضية مرة تانية، هنا المرة دي متروفيتش ولكن يصفر حكم المباراة، فيها خطأ على الصرب. الدوري اللي بتنقله أكثر من 42 قناة على مستوى العالم، أغلب ميشيل تقدم، ميشيل حافظ على الكورة من أقصى الجانب الأيمن لعرضية عالية، محاولة الوصول، تقدموا بالهدف الأول، إيه عملوا التغيير الأول هنا. برازيلي مالكوم مالكوم مرة مالكوم مرة مالكوم، وسع لنفسه مالكوم، وهنا التسديدة والهدف الثالث، الهدف الثالث مكتوب لك يا سالم، مكتوب لك يا سالم، الحكم بيدي إتاحة فرصة وسالم يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 69. سالم الدوسري يضيف الهدف الثالث، 3-0 لمصلحة الهلال. يا سلام يا سلام، قلت لك في أغسطس المواجهة الوحيدة 5-0، وهنا في أغسطس عند أمير سعيود، أمير سعيود مع الكرة، محاولة جوه المنطقة، ولكن مالكوم مالكوم يمرر الكرة على الأرض، وأدي التمرير عند ميشيل يلعب بينية، وهنا السقمسة وانتو جميلة، مالكوم مالكوم ولكن يتصدى لها حارس المرمى لنيفيز. أدي الكرة من سالم، مر سالم، عدى سالم وعبد الله الحمدان على مرتين، على مرتين الحمدان يسجل الرابع، يسجل الرابع عبد الله الحمدان، مستحق للهلال ومستحق للحمدان. الأولى تألق فيها موريرا والثانية الحمدان جابها، 4-0 وعبد الله الحمدان يسجل الهدف الرابع لمصلحة نادي الهلال، 4-0 4-0 عبد الله.